مصدر رفيع المستوى: جهود مكثفة لوفد التفاوض المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتعاون مصري قطري أمريكي لتقريب وجهات النظر. رئيس الوزراء يزور مدينة رأس الحكمة ويتفقد الأراضي البديلة لتعويضات المستحقين، ويلتقي عددا من شيوخ وأهالي المنطقة. وزارة الصحة وسكان تعلن تحديث الدليل الإرشادي الخاص بتشخيص وعلاج مرض جدري القرود وتوزيعه على جميع المستشفيات. مكتب تنسيق الجامعات يعلن تسجيل 92,000 طالب لرغباتهم عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن، وغدا آخر موعد للمرحلة الأولى. مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتهي من تسليم 3,000 مشروع تمكين اقتصادي للمستفيدين في محافظة بني سويف.